السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إخوان الكرام. عدت إليكم بفيديو جديد من سلسلة معلومة في أكسس، وأسئلة كثيرة وردت إلينا في الفترة الأخيرة على الجروب على الفيسبوك، جروب تعلم أكسس معي، كانت عن الترقيم. فأنا جمعت مجموعة من الملفات لبعض الإخوة الكرام بيحلوا بعض من المشاكل اللي تم ذكرها على الجروب. الفكرة كانت انه بعض الاخوة سألوا، كانوا عايزين انه الترقيم يتم بشكل يومي. يعني ايه بشكل يومي؟ يعني النهاردة مثلا 6-2، انا عايز الترقيم يعد 1-2-3-4 الى ما لا نهاية. لما يخلص 6-2 ويبدأ 7-2 يبدأ يعد من الاول 1-2-3 الى ما لا نهاية. وفي ناس قالت لا انا عايزها شهري، وفي ناس قالت لا انا عايزها سنوي. طيب حلو، في ناس تانية قالت لا انا مش عايز الاسلوب ده، انا عايز اسلوب انه لما الترقيم يوصل لرقم معين يبدأ العد من الاول. يعني 1-2-3-4-5-6-7-8 يروح يبدأ ايه من الاول تاني 1-2-3 وهكذا. وفي ناس قالت لك لا انا عايز الترقيم لما احذف سجل معين يعيد الترتيب من الاول. نحن بنلاحظ لما مثلا يكون الترقيم 1-2-3-4، رحت انا حذفت رقم 3، فالترتيب بيظل 1-2-1-2-4-5-6. تمام؟ قال لك لا انا مش عايز كده، انا عايز اول ما احذف السجل رقم 3 الترتيب يعاد تلقائيا 1-2-3-4-5 وهكذا. وبعض الاشخاص قالت لك انا بستخدم الترقيم بس مش بالواحد اتنين تلاتة، لا انا استخدمه حروف مع ارقام. يعني وليكن مثلا زد اكس 17 2 6 مش عارف ايه، ليه فورمة معينة او تركيبة معينة هو بيعملها. طيب تعال نشوف الاول ترقيم الاستاذ سيد بدران، وايه اللي تم وايه اللي عدلنا عليه فيه. فكرته كانت ان هو عامل جدول يحتوي على مجموعة من البيانات، بس انا اللي يهمني التاريخ، لابد انه يكون في تاريخ، يعني حتى لو مش مطلوب لابد الحقل ده، لانه ده اللي هتتم عليه الفكرة عامة. وحقل الترقيم، ده الحقل اللي احنا هيتم الترقيم بيه. وهنا اي بيانات انت عايز، اي حقول تانية واي بيانات تانية. عمل استعلام على الجدول ده، الاستعلام ببساطة حط حقل التاريخ وحط حقل الترقيم. حقل التاريخ حط معيار ديت، ومعنى كلمة ديت اللي هي الدالة بتاعت ديت دي معناها ايه؟ معناها انه اظهر البيانات بتاعة تاريخ النهاردة. فهو هيظهر في الاستعلام البيانات بتاعت النهاردة، وبما يشملهم مين؟ بما يشملهم حقل الترقيم، يعني مثلا تاريخ كذا كذا وارقام 1-2-3-4، فهيعد يزود على مين؟ على الرقم ده. هنشوف المثال. طب تعالى احنا نعملها يدوي كده، يعني مثلا تاريخ مثلا ايه 6-2 الرقم 1، وهنا اي بيانات، وهنا برضو تاريخ 6-2 في نفس اليوم الرقم 2، تمام، وهنا تاريخ 7-2، تمام. المفروض هيعد الرقم 1 وهكذا. بص كده معايا في الترقيم، لما بشغل هنا بيظهر لي مين؟ بيظهر لي تاريخ النهارده فقط اللي هو 6-2. طب 7-2 ما ظهرش ليه؟ قال لك مش عشان، علشان ترقيمه مش في يوم النهارده. فهو النموذج زي ما احنا هنشرحه كمان شويه هيروح يعمل ايه؟ هيروح يبص على استعلام الترقيم ده. انت يا استعلام اخر رقم فيك، اكبر رقم في حقل الرقم ده كان كام؟ 2، فيروح يزود عليه 1 يقول لك 3. يبقى هو بيعتمد على تاريخ النهارده اللي بيظهر في الاستعلام، لانه خلاص انا ربطه بدله معيار شرط انه يظهر لي تاريخ النهارده بس، ويزود رقم عليه. طيب لو كان تاريخ النهارده 7 هيروح يظهر لي اهو، تعالى نشوف كده عشان الامور تكون واضحه. لو تاريخ النهارده 7 change ونغلق، نفتح الترقيم تاني، قال لي تاريخ النهارده 7-2، فيروح يشوف اكبر رقم في حقل الرقم ويزود عليه 1. يبقى انت كده رقمت على حسب ايه؟ على حسب اليوم. رقمت على حسب ايه؟ على حسب اليوم. ممتاز جدا. نعمل اعادة للتاريخ بتاعنا، نخليه 6، وتعالى نشوف النموذج. النموذج يا سيدي ببساطة اهو، ترقيم يوم. النموذج يا سيدي الفاضل في بياناتنا العادية اللي هو التاريخ، ومعمول له ديفولت فاليو قيمة افتراضية بتساوي ايه؟ تاريخ النهاردة.
والرقم اللي هو المفروض الترقيم التلقائي، المفروض الحقل ده بيكون لوكد يعني مغلق، وتاريخ النهارده برضو المفروض يكون لوكد مغلق عشان محدش يدخل تاريخ معين فيروح يجيب له ايه رقم زياده. يبقى المفروض ان المربعين دول بيكونوا لوكد مغلقين، محدش يقدر يعدل عليهم. طيب لاحظ معي ان في الرقم داله اف اللي احنا شرحناها سابقا، اف مع از نال مع دي ماكس، دي ليها فيديو منفصل ممكن تشوفه على القناه في ايه، في سلسله معلومه في اكسس بعنوان مش فاكر، معلومه في اكسس او داله في اكسس بعنوان الترقيم التلقائي. طيب ممتاز. والحقل ده بقى بتكتب فيه اي بيانات عشان يعني ننتقل الى سجل جديد. تعال كده نشغل الاول الجدول، نمسح البيانات دي خالص كده، مفيش اي بيانات، البيانات فاضيه. نشغل النموذج، اللي حصل حصل انه عدل لي رقم واحد، دي اول نقطه، بتاريخ كام؟ بتاريخ 6/2. هكتب مثلا واحد وهروح على سجل جديد، قال لي 2، هكتب 2، انا بدخل بيانات عادي اهو، هكتب 3، يبقى لحد الان مفيش اي مشاكل صح. طب هغلق كده واروح في الجدول اهو، سجل 3 ترقيمات بنفس التاريخ. طيب غير لي التاريخ خلاص، احنا بقينا بكره، احنا بقينا بكره يعني احنا النهارده 7، المفروض انا بدات يوم جديد، هروح يبدا الترقيم منين؟ يبدا الترقيم من جديد. افتح النموذج قال لي 1، عفوا هروح على سجل جديد قال لي 1. طيب هكتب هنا ايه؟ 1 يوم جديد، قال لي 2، 2 يوم جديد، قال لي 3، 3 يوم جديد. يبقى اذا اروح للجدول اهو، تاريخ 6 بيرقم وتاريخ 7 بيرقم نفس الترقيم. لو رحت للاستعلام بيظهر لكش غير تاريخ النهارده وبيجيب لك اخر رقم وانت بتزود عليه واحد. لو قلت له لا هات لي تاريخ امبارح يعني ايه نفس الفكره. طبعا الموضوع ده للترقيم اليومي. طب واحد يقول لك لا انا عايز ترقيم شهري، عايز ترقيم ايه شهري؟ ناخد بتاع السيل بطل ده نسخ كنترول سي كنترول في ونسميه وهنعمل شويه تعديلات عليه. انا هديكم الفكره يعني، هو طبعا اكيد مش السيد بدران يعني قامه تعليميه اكيد يعني عنده المعلومه دي، بس هو الراجل رد على حسب السؤال المطروح فقط يعني، بس احنا هنضيف عليه ترقيم شهري وممكن سنوي. تمام. طيب ترقيم شهري، الترقيم الشهري ده علشان انا اعمله اشتغل ازاي؟ هدخل في احنا كل محورنا مين؟ الاستعلام، ده كل المحور بتاعنا، هو ده اللي بيربط لي الشهر واليوم والسنه. التاريخ بقى انا مش هحط ايه، مش هحط كده لا، ده انا هروح اعمل حقل او اعمل داله اسمها month عشان تجيب لي رقم الشهر. تمام، واقفلها كده حلو كده، وهعمل داله تانيه علشان تجيب لي رقم السنه من التاريخ واقفلها كده. فلما اشغل بص كده قال لي هنا شهر 2/2017. تعال نديهم اسماء علشان يكون ايه الموضوع واضح اهو، هنا month ام او وهنا year واي اي اهو، ادي المنث وادي الير. حلو خالص. طيب انا عايز اظهر بيانات شهر اللي انا فيه، البيانات الشهر اللي انا فيه، فبالتالي انا مش هحط بقى الشرط بتاعي هنا لا، ده انا هحط الشرط هنا. المفروض ان الشرط بيكون ديت اللي هو التاريخ، بس انا بقى عايز الشهر اللي من التاريخ، فاروح اعمل ايه؟ اقول له month واقول له ديت، افتح القوسين بتوع الديت واقفلهم واقفل القوس بتاع المنث، واقول له برضو يكون في نفس السنة، ما ينفعش بقى شهر، لانه لو سبتها كده من غير السنة هيروح كل ما يجيب يجي نفس الشهر يروح ايه يروح يغير حتى لو كان ايه على نفس السنة. فاحنا ايه لازم نربط الشهر مع السنة، وهي عامة يعني ممكن تنفع على ما اعتقد بنفس. طب ماشي خلاص هنسيبها كده، ماشي هنسيبها كده ونعمل رن. بص كده شهر 2، شهر 2 بغض النظر عن مين، بغض النظر عن اليوم اهو، يوم 7 ويوم 6. تمام، يبقى انا ايه بعتمد هنا على الشهر. تعال نمسح بياناتنا ونشغل النموذج بتاعنا، ادي الترقيم بتاعي انا في شهر 2 7/2 اهو، 1 او خلينا نكتب شهر 2، شهر 2
سجل جديد شهر برقم معايا، لاحظ الترقيم، شهر اتنين، شهر اتنين، واخد بالك من الترقيم؟ طيب غير لي بعد اذنك التاريخ، خليه لي شهر تلاتة بدل ما فبراير يبقى مارس. ده اول سجل، احنا هنروح على ايه؟ هنروح على السجل الجديد. خد بالك ده شهر تلاتة اهو، شهر تلاتة، شهر تلاتة، شهر تلاتة. تعالى بس نعمل الكود اللي هو بيوديني للسجل الجديد عشان ايه؟ علشان البيانات تكون يعني محدش يتلخبط. الكود اهو بيوديني السجل الجديد، اول ما افتح النموذج دو كوماند دوت جو تو ريكورد كوما كوما نيو ريكورد، اهو ترقيم على شهر تلاتة. لو شغلنا الترقيم بص ما بيعرضلكش غير شهر تلاتة بس، ما بيعرضش غير شهر تلاتة بس. طب خليه شهر اربعة، مارس اهو بقى ابريل. لما افتح النموذج يعد لي من واحد شهر اربعة، اهو شهر اربعة، وهكذا. ده بالنسبة للترقيم الشهري. الترقيم بيتغير، الترقيم بيتغير ايه؟ كل شهر. الترقيم بيتغير كل شهر. نفس الفكرة هتعملها سنوي برضو، علشان ايه حبايبنا اللي عايزين سنوي، حبايبنا اللي عايزين سنوي برضو نديهم السنوي. انا المفروض ما اشرحهاش يعني، وانت تشرح تفهمها لوحدك، بس ايه اهو سنوي. الفكرة نفس، بدل ما هنا هقول المانث لا هتغيرها بقى، هتخليها مين؟ هتغيرها تخليها الير، السنة. مانث تبقى ايه؟ year. هنا مانث تبقى ايه؟ تبقى year. بس واقفل كده. لما شغل بص جايب لي سنة 2017 كلها. طبعا انا ايه؟ انا همسح بياناتي، همسح لي البيانات كده وشغل جدولك نموذج. احنا في سنة 2017 اهو، سنة 2017 2017 2017 غير لي، دخلني في 2018، دخلني في 2018 اهو 2018. لاحظ معايا الترقيم اللي جاي من الاول، وانا في سجل 5 2018، لانه يعني دلوقتي لو انا فتحت الترقيم بتاعي، الترقيم بتاعي اهو جايب لي 2018 بس. يبقى كده انا عملت ترقيم يومي وشهري وسنوي. ممتاز جدا، ده بالنسبه للترقيم اليومي والشهري والسنوي. طيب تعالى بقى ندخل على ترقيم الاستاذ احمد هادي. خلينا انا في الاخر، استاذ احمد هادي مشكورا، عمل لنا جدول، عمل لنا جدول في شوية ترقيمات. تمام، انا مش عايز الترقيمات دي يعني، هنمسحها خالص اهو. انا عامل استعلام عشان يفضيها بدل ما امسحها بايدي. الاستعلام ده بيفضي الجدول عشان ايه؟ بدل ما اعمله بايدي يعني. هنا معمول لك الديفولت فاليو زيرو، شيلها. وبعدين احفظ، تمام كده حلو خالص. وعندي جدول نموذج، عفوا النموذج فيه الاتي: في تسلسل الفاتوره، نشوفه كده، في تسلسل الفاتوره، وعندي هنا رقم، وعندي هنا مربع، هنشوف المربع ده بيعمل ايه، وعندي زرار التالي والسابق وسجل جديد. في البدايه الاستاذ احمد هادي حاطط حدث على الحدث الحالي، كود على الحدث الحالي، اون كارنت كود في الحدث الحالي. تعال نشوف الكود بتاع حضرته كده عامل ازاي. بص معايا، في عندي مربع اسمه تكست 10 ومربع اسمه تكست 12. تعال نشوف المربعين دول ايه وظيفتهم. ادي تكست 12 اللي هو بتاع التسلسل، وادي تكست 10 اللي هو اللي تحت ده. طيب حلو خالص، ده محطوط فين؟ محطوط في الفوتر. طيب هو بيقول ايه؟ بيقول والله انت يا تكست 10 اللي هو اللي تحت، التكست 10 اللي هو اللي تحت، بيقول له انت يا تكست 10 قيمتك بتساوي مين؟ قيمتك بتساوي الكرنت ريكورد، يعني رقم السجل الحالي، رقم السجل الحالي، and و
كلمة على يعني كأنه حرف، لأنه لازم تحط and وعلامتين الكوتيشن مارك، علامتين التنصيص عشان إيه تضيف يعني نص. بعد كده على مين؟ على الريكورد كلون دوت ريكورد كاونت، على عدد السجلات الموجودة. يعني مثلا أنا في السجل رقم 5 على عدد 10 سجلات، في السجل رقم 6 على عدد 10 سجلات، وهكذا. حلو كده؟ ممتاز. تعالى كده نشوفها. طيب أنا حفظت بيانات. تمام، في بيانات محفوظة. أنا دلوقتي في السجل رقم 1 أهو، صح؟ فهو قال لي إيه؟ أنت في السجل رقم 1، تمام، من عدد سجلات 1. طب لو قلت له روح على سجل جديد، قال لي أنت في السجل رقم 2، المفروض هنا إيه؟ طيب ندخل كده تاني. هو بيحسب على يعني قبلها، يعني فاهم اللي هو يعني الحالة دي لسه متحفظش. ده بص لسه بيعمل editing، بيكتب لسه. فهو قال لك كده انت في السجل رقم 3 وانت عندك سجلين في الجدول. وفعلا انا عندي سجلين في الجدول، فالسجل الجديد لسه ايه لسه متحسبش. طيب ممتاز كده، عرفنا اللي تحت دي وظيفتها، وانت ممكن تخفيها طبعا، ممكن تخفيها. طيب نرجع للكود تاني. بعد كده استخدم دالة F. قال لك لو الريكورد الحالي مود، دالة مود دي اللي هي باقي القسمة، دالة مود اللي هي ايه باقي القسمة. يعني ايه باقي القسمة؟ يعني لو قلت لك مثلا 7 على الاتنين فيها الكام؟ هتقول لي فيها التلاتة وباقي واحد، فيها التلاتة وباقي واحد، يعني تلاتة في الاتنين فيها ستة يتبقى واحد، يبقى دي اسمها ايه؟ خارج القسمة، خارج القسمة. طيب ممتاز. قال لك لو السجل الحالي، طبعا انا حاطط رقم 21 ده ليه؟ علشان يعد 21 سجل، يعد 20 سجل، يعد 20 سجل. لو وصل خارج القسمة صفر، يعني ايه خارج القسمة صفر؟ يعني 21 على 21 فيها واحد. طب في باقي قسمة؟ مفيش باقي قسمة، يبقى باقي القسمة صفر. لو وصل باقي القسمة صفر يبقى التكست 12 بتساوي واحد. دي يبقى التكست 12 بتساوي مين؟ بتساوي واحد. يبقى هو كده عاد التسلسل، بدأ من تسلسل جديد. بعد كده إلس، غير كده التكست 12 بتساوي السجل الحالي، عدد السجل الحالي بخارج القسمة، بخارج مع خارج القسمة. السجل العدد السجل الحالي او الرقم السجل الحالي خارج القسمه للرقم 20، لازم تكون رقم ينقص من الرقم الاعلى علشان ما يحصلش تكرار في الارقام. تعالى كده نشوف الموضوع ده هيتحل ازاي. احنا بس هنغير ال 20 وال 21 دول عشان ما تبقاش طويله يعني، فهنخليها 5، هنخلي دي 6 ودي 5. تعالى كده نشوف كده الجدول بتاعه فاضي. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. نحفظ، قال لنا تسلسل رقم 1. طيب سجل جديد، قال لي تسلسل رقم 2 3 4، راح بدأ ايه؟ بدأ بصفر، 1 2 3 4 0، 1 2 3 4 0. تعال كده نشوف الجدول اهو، 1 2 3 4 0، 1 2 3 4 0. للأسف، للأسف إنه النقطة دي بها مشكلة في العدد، لأنه طبعا الأرقام هيكون فيها مشكلة. دي برضو ممكن نرجع فيها للأستاذ أحمد هادي، لأنه دالة خارج القسمة تعتمد على الأرقام، وطبعا في أرقام زوجية وأرقام فردية، ففي ممكن يكون في خارج قسمة وفي ممكن ما يكونش في خارج قسمة، فالموضوع يعني في إيه في مشاكل. طيب لو خلينا دي 6 زي ما كانت، هو كان عاملها هنا 6 وهنا 6. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. طيب نفضي الجدول، بدأ بواحد 2 3 4 5 1 2 شوف هنا عد الواحد مرتين، 5 1 عد، بيعد الواحد ايه؟ بيعد الواحد مرتين، بيعد الواحد مرتين، ادي 1 2 3 4 5 1 1 وهنا واحد واحد وهنا واحد، بيعد الواحد مرتين. فهو كده ايه يبقى الموضوع ده فيه مشكلة. طيب بس احنا عامة فهمنا الفكرة،
الخاصة بيه. فهمنا الفكرة بالدالة ايه؟ بالدالة مود. طيب شرح برضه هو حط ملف لإعادة الترقيم للترتيب. طب قبل ما نشوف ده تعال نشوف ايه بتاع موضوع النصوص ده. بتاع موضوع النصوص فكرته ايه؟ فكرته نرجع التاريخ بتاعنا علشان ما يحصلش مشاكل. حاطط حقل للتاريخ وحاطط حقل للرمز والناتج بيديلك ايه؟ بيديلك التاريخ مع الرمز. يعني مثلا في ناس قالت لك لا انا عايزه الرمز يكون مثلا، انا عايز الترقيم بتاعي يكون مثلا تي تي وبعد كده 17 وبعد كده مثلا شهر واحد وبعد كده مثلا اليوم، فهو عاملها بالشكل ده. تعال نشوف هو عاملها ازاي. هو مش عاملها من الجدول، هو عاملها منين؟ عاملها من النموذج. حلو خالص، بص كده معايا مفيش احداث خالص هنا، التاريخ برضو معلوش احداث. هنا بقى الحدث مين؟ عند تحديث الرمز، افتر ابديت بعد تحديث الرمز. حجز تلات متغيرات من النوع نص A و B و C. قال لك الـ A بيساوي السنة والـ B بيساوي أول رقمين على اليمين من الـ A، يعني بمعنى صح اللي هو رقم 17 بتاع السنة. تكست 30 اللي هو الناتج على ما أعتقد، صحيح تكست 30 اللي هو الناتج بيساوي تكست 21 اللي هو الرمز. تكست 21 اللي هو الرمز بيساوي تكست 21 زائد بي، يبقى الرمز يعني تي تي زائد 17. تي تي زائد ايه؟ زائد 17. خد بالك انه كلمة زائد هنا تنفع لانه ده نص، اللي هو التكست 21 ده نص اللي هو رمز، لكن زائد دي ما تنفعش في حالة انه لو كانت التكست 21 ده رقم. خد بالك من المعلومة دي، فبالتالي تعملها اند. طيب السي برضو استخدم نفس الفكرة اللي هي بتاعت الريكورد دالة المود مع الالف. فقال لك ايه؟ الكرنت ريكورد يعني السجل الحالي، رقم السجل الحالي موت 1000 يعني خارج القسم ايه؟ العدد 1000. وبعد كده قال لك اف دالة اف، قال لك لو طول السي كان اقل من 4 وطول السي اكبر من 2 يعني محصوره بين 2 و4 يبقى السي بتساوي 0 زائد سي. غير كده لو كان طول السي محصور ما بين 3 وال1 يبقى السي بتساوي 0 0 زائد سي. غير كده لو كان طول السي بيساوي 1 يبقى السي بتساوي 3 اصفار زائد السي. دي يعني غير كده قال لك التكست 30 بيساوي التكست 21 زائد المتغير بي زائد المتغير سي. تعالى كده نشوف الموضوع ده نتيجته تطلع ازاي. بص كده نتيجته، ادي 17 السنه، هو خد الرمز تي تي مع السنة رقم السنة اللي هم الرقمين اللي على اليمين، ادي 17. طيب كده طول ال طول ال النص كام؟ أربع حروف يعني محصور ما بين الصفر والأربعة يعني، تمام؟ أو محصور ما بين الرقمين اللي هم التي تي والأربعة. هو طبعا برضو بتعتمد على النص عامة يعني، لأن النص ممكن يختلف. طيب هم المهم هنا أربعة، فراح ضاف كام؟ ضاف تلات أصفار وحط واحد. هو الأول نمسح البيانات اللي في الجدول عشان إيه الموضوع يكون مفهوم. بص معايا كده التاريخ مثلا 1/1/2017، الرمز اللي انت هتدخله ايه؟ وليكن مثلا اكس اكس. قال لك يبقى اكس اكس 17 3 0 1. طب 3 اكس، 3 اكس نفس الفكرة. طب 4 اكس، يبقى انا ماليش دعوة بايه بالرمز يكون زي ما يكون، ماليش دعوة بالرمز يكون ايه زي ما يكون. طيب وليكن مثلا الرمز تي تي بالشكل ده. طيب لما اروح على سجل جديد، بس خد بالك دي يعني شغل يدوي، انت طبعا ممكن تبرمج الكلام ده كله بالاكواد. وليكن مثلا 20/1/2017 تي تي اللي رقم 2. طيب نخلي دي تاريخ افتراضي علشان بدل ما اكتبها بايدي كل شوية. هنا بتساوي ديت والرمز افتراضي بيكون تي تي اهو. طيب ماشي تي راح يديني رقم 3 4 5. انا عايز اقول لك عند العشرة ايه اللي هيحصل؟ 6
سبعة، تمانية، تسعة. بص عند العشر ايه اللي هيحصل؟ عشر. ايه اللي حصل؟ مضافش العشر على التلات اصفار، لا ده هو شال صفر وحط العشر مكانه. ده معنى الكود اللي هو ايه، لو كان محصور بين اتنين او بين تلاتة او بين اربعة، دي الفكرة. ولما يوصل عند المية هتبقى المية هنا، لما يوصل عند الالف هيبقى الالف هنا. طبعا انت لو عايز تزود اكتر من الف هتحط بدل الالف هتحط 10,000 اللي هي دي. نرجع للكود تاني، بص ركز في الكود اهي. الالف هو كده ايه، عمل موضوع الالف، والاربعة والاتنين اللي هو السي، والسي بتساوي مين؟ السي بتساوي السجل الحالي والكلام ده كله. فهو قال لك لو كانت السي ما بين الاتنين والاربعة فالسي بتبقى بصفر، تمام؟ وغير كده لو كانت السي ما بين التلاتة والواحد تبقى بصفرين، لو كانت السي بتساوي رقم واحد بس يبقى بتلات اصفار. يعني ايه بتلات اصفار؟ يعني التلات اصفار اللي انت شفتهم في الاول، وبعد كده واحد زائد واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، ولما وصل عند العشرة بقت صفرين، لما وصل عند المية بقت صفر واحد، لما يوصل عند الالف مش هيبقى فيه اصفار. طب العشر تلاف يبقى في الحالة دي ايه؟ هيزود بقى هو من عنده. وادي هنا النتيجة ان هو جمع التلاتة مع بعض. دي فكرة الاستاذ احمد في دمج النص مع الحرف مع التاريخ الليلة دي كلها. يعني هنا طبعا ده معمول بالماكرو. دي كانت فكرة الأستاذ أحمد ببساطة، وبتتحفظ في الجدول بهذا الشكل، أتمنى إنها تكون مفهومة يعني. طيب ده كان بالنسبة لو كان في حروف وعايز السنة، في حروف وعايز مين وعايز السنة. طيب تعال نشوف إيه إعادة الترقيم للترتيب. دي كانت فكرة جميلة جدا عملها برضو الأستاذ أحمد هادي. أنا عندي في الجدول هنا واحد اتنين ترقيم، أنا حذفت 14 هيبقى بياناته فاضية. عشان البيانات تكون واضحة، عشان البيانات تكون واضحة أنا هضيف حقل تاني في الجدول، إني ديتا. الترتيب لاحظ إنه معمول ترقيم مفتاح أساسي، ونعمل استعلام عشان نفضي الجدول بدل ما إحنا إيه نفضيه بإيدنا. استعلام حذف أنا بعمله علشان خاطر أمسح البيانات بدل ما أحذفها بإيدي، يعني 84 سجل لما أحذفهم بإيدي حرام هتعب يعني. طيب الاستعلام الحذف ده انت مالكش دعوه بيه خالص. ادي جدولي فاضي برضو، موضوع انه يكون صفر دي لا اتاكد منها، شيلها دي خالص، ما تخليش انه ده يكون صفر. القيمه الاساس القيمه الافتراضيه عنده استعلام، نشوف الاستعلام بتاعه ده ايه شكله، شكله غريب. طيب كل الفكره انه عامل ترتيب تصاعدي. الاستعلام ده كل فايدته انه عامل ترتيب تصاعدي للحقل رانك اللي هو الحقل اللي في الترقيم. ده فايدة الاستعلام. تعال ندخل في النموذج بتاعه. في حدث after delete confirm، يعني بعد تأكيد الحذف، بعد تأكيد الحذف حاطط كود. تعال نشوف الكود. if status بتساوي ac delete ok، هنا استخدم أوامر اللي هي موجودة في الأكسس تلقائي، بيقول لك لو حالة الحذف تمت، أوكي يعني بالفعل تم الحذف، هتعمل إيه؟ هتعمل تستدعي دالة، كول يعني استدعاء دالة أو نداء لدالة اسمها أبديت رانكينج، تحديث الترقيم، وبعد كده يظهر لي رسالة اسمها المسج بوكس تم إعادة التسلسل. طب فين الدالة دي اللي هي الأبديت رانكينج؟ تعال نشوفها فوق. طبعًا دي أنت ممكن تحطها في موديول لوحده. تعال بص كده عامل إيه هو؟ نكبر عشان الناس تكون معانا. آدي الدالة اسمها update ranking. طيب طبعا انت ممكن تعملها function بس احنا خلينا ايه زي ما هو عامل كده. طيب هو اولا حيز database، تمام، والسجلات بتاعتي طبعا استخدم مكتبة ال DAO، وبعد كده حيز متغير تاني اسمه ال strsql اللي هي جملة select بتاعت الاستعلام، وحيز ال i اللي احنا نستخدمه كترقيم في اللوبينج او في الحلقة التكرارية. طبعا الناس اللي يعني متعمقه في الفي بي اي هتفهم الكلام ده كويس جدا، والناس اللي بتدرس معايا في كورس المدفوع الكلام ده كله تم شرحه بالتفصيل. طيب اول جزء في الكود طبعا دي كلها اسمها ايه، اسمها حجز متغيرات. طيب اول جزء في الكود الاس تي ار اس كيو، هنا هبدا ادي قيمه للمتغيرات اللي انا حجزتها، هدي قيمه للمتغير اللي انا حجزته. انت اس تي ار اس كيو ال قيمتك ايه؟ قال لي والله انا قيمتي سيلكت كل السجلات من جدول، تمام،
اسمه تي بي ال مرتبة على حسب الرانك. ادي الجدول بتاعي اسمه تي بي ال مرتبة على حسب حقل مين؟ على حسب حقل الرانك. يبقى انا هختار الكل مرتبة على حسب حقل الرانك. طيب ممتاز. لو احنا دخلنا بس اشوف حاجة كده بسرعة. بص كده select table.rank from table order by table rank. نفس الجملة تقريبا نفس الجملة تقريبا، بس هو شال كلمة table rank وحط الاستريك اللي علامة الكل، تمام، يعني كل السجلات. يبقى هو عمل الاستعلام ده علشان يجيب منه ايه؟ يجيب منه الجملة دي. طيب ممتاز، تعال برضو نكمل الكود، ممكن الكود يطلع لنا في حاجات تانية. الدي بي بتاعتي الكارت دي بي يعني القاعدة البيانات الحالية، مصدر السجلات بتاعتي اللي هو مين؟ اللي هو الاس تي ار اس كيو ال، ده مصدر السجلات طبعا. ده نوع قاعدة البيانات بتكون مفتوحة ديناميكيا. بعد كده هيبدأ يستخدم اللوبينج او الحلقة التكرارية. الار اس تي اللي هو احنا ايه حجزناه ده، اللي هو وضعنا له القيمة بتاعته، اللي هو ايه المصدر البيانات ده، هقول له موف فيرست يعني نروح لاول سجل. بعد كده الاي اللي هو ده بيساوي واحد، قيمته بتساوي ايه؟ بتساوي واحد. بعد كده دو هيبدا ينفذ الحلقه التكراريه. الار اس تي دوت اديت هيبدا يعدل على السجلات. طب هتديت انهي حقل؟ هيديت الحقل الرانك. حقل الرانك هو اللي هعمل له اديت تعديل. طب انت يا رانك بتساوي مين؟ هيساوي الاي. طب الاي بيساوي ايه؟ الاي بيساوي واحد. بعد كده ابديت حدثه وانتقل للتالي، للسجل التالي. طب السجل التالي بيساوي مين؟ بيساوي اي الاولاني زائد واحد. بيساوي اي الاولاني زائد واحد، يعني لو كان واحد يبقى واحد زائد واحد اتنين، لو كان اتنين يبقى اتنين زائد واحد يساوي تلاتة. لوب انتل يعني افضل كرر الموضوع ده لغاية امتى؟ لغاية end of record او end of file يعني نهاية السجلات، لغاية لما توصل اخر سجل توقف. بعد كده اغلق مصدر السجلات وخلي مصدر السجلات وقاعدة البيانات يساوي nothing يعني تفريغ الحلقة التكرارية. ده كانت الحلقة التكرارية اللي عاملها الأستاذ أحمد. تعال نشوف كده، أدي جدولي فاضي أهو، تعال نشوف البيانات. أدي مثلا رقم واحد إضافة، رقم اتنين إضافة، تلاتة إضافة، أربعة إضافة، خمسة إضافة. ضفت خمس سجلات مرتبين أهو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. حلو كده؟ في مشاكل؟ طيب رحت ده السابق، رحت على سجل رقم ثلاثة ورحت عامل له حذف. شوف كده لو دوست نو، لا فاكر اللي هو الكود لو الستاتس بتساوي اي سي ديليت اوكي، لو دوست يس يبقى كده تم تفعيل الحذف هيستدعي الدالة. لو دوست نو مش هيحدث ايه؟ مش هيحصل تفعيل للدالة. طيب انا هدوس يس، قال لي تم إعادة التسلسل ورجعت رقم أربعة بقت كام؟ بقت رقم ثلاثة. تعال نشوف الجدول أهو، واحد اتنين تلاتة أربعة، رغم إن أنا حذفت رقم ثلاثة بس هو إيه؟ أعاد الحذف. طب عشان تبان أكتر أهو رقم واحد رقم اتنين تلاتة. وهقول لك المشكلة، هقول لك دي فيها مشكلة بسيطة بس هنشرحها في الآخر. أهو ده واحد اتنين تلاتة، أنا عايز وفي أربعة أهو، أنا عايز أحذف تلاتة، حذف وأقول له يس، قال لي تم إعادة إيه؟ تم إعادة التسلسل. بص كده شفت هنا واحد اتنين تلاتة، يبقى التلاتة ما اتحذفتش، التلاتة رجعت اتعمل لها إعادة تسلسل من الأول. بس المشكلة في مين؟ المشكلة في بقية البيانات. إيه بقية البيانات؟ دي رقم واحد صح، دي رقم اتنين صح، بس دي كانت أربعة أصلا وتم إعادة تحديثها بالدالة أو بالكود باللوبينج بالحلقة التكرارية، تم إعادة تحديثها أصبحت ثلاثة. فبقيت هنا المشكلة عندي في بقية البيانات. فالموضوع ده ما ينفعش إلا لغرض واحد فقط اللي هو ترقيم، وده الموضوع بتاعنا. يعني أنت ما ينفعش تستعمل الرانك ده تربطه لي مثلا بعلاقات، ما ينفعش، خطأ كبير، خطأ كبير إنك تعمل الرانك ده تربطه بعلاقة. ليه؟ لأنه تخيل مثلا أنه رقم أربعة ده كان مين؟ كان الأستاذ أحمد وكان بيدرس محمد وعلي، أصبح رقم ثلاثة اللي هو كان اسمه الأستاذ حسن اللي هو بيدرس محمود وعلي، فالموضوع كله دخل في بعضه. الموضوع كله دخل إيه؟ دخل في بعضه. فالموضوع ده ما ينفعش إلا للترتيب فقط، لترتيب البيانات. دي فكرة إيه؟ فكرة الرانك.
وطبعا ترتيب البيانات يعني احنا يعني في غنى عن الموضوع ده بالكامل، في كل هذه الاكواد وكل هذا الموضوع احنا في غنى عنه. طب امال ايه الاسهل والافضل؟ الاسهل والافضل انك تعمله الترقيم تعمله في التقرير، ده الاسهل والافضل. طب انت عايز ايه؟ لانه الجدول ده انت مش بتشوفه اصلا، انت مش بتشوف الجدول اساسا، امال انت بتشوف مين؟ انت بتشوف التقرير في الاخر. فالتقرير انت كل اللي عليك انك تعمل ايه؟ ترقيم بهذا الشكل، ريبورت ويزارد، ادي اهو فينيش، ادخل في وضع التصميم، هضيف مربع نص كده صغير هنا في الديتيلز اهو، وهنا اقول له في مصدر البيانات بيساوي واحد، بيساوي كام؟ واحد. واروح في ال في في فين يا ربي، في الداتا، في الداتا، واقول له رننج سم. بس رننج سم ده فيه ثلاث حاجات، اوفر جروب اوفر اول. يعني ايه اوفر جروب اوفر اول؟ يعني هنا تجميع على المجموعه وهنا تجميع على الكل. تعال نشوف الاثنين، تعال نشوف التجميع على الكل، دي اللي هي السهله، اشغل 1 2 3 الله رقم اهو، هل فيها مشاكل كده؟ ما فيهاش مشاكل، فانا كده في غنى عن الموضوع، وهو عرضت البيانات بتاعه الجدول زي الفل، فرقمت البيانات. طبعا استاذ احمد هادي مشكورا، انا مش بنتقص منه ولا حاجه، لربما يكون الكلام مفهوم خطا، الكلام ده انا بوريك اسهل. استاذ احمد هادي رد على احد الاعضاء كان عايز الموضوع ده، رد على احد الاعضاء كان عايز الموضوع ده. ادي الطريقه الاسهل، انك انت تعرض البيانات في التقرير وادي الترقيم بتاعك. طب واحد يقول لك لا ده انا عايزه يرقم لي على كل مجموعه لوحدها، خلاص اهو هعمل مجموعه جروب اند سورت، اد جروب مثلا، انا عايز عايز ايه؟ عايز الاني ديتا، عملت اهو تجميع لجروب اسمه ايه؟ اسمه اني ديتا، خدتها كده كنترول اكس كنترول في، وادي الترقيم بتاعي. هروح ادخل بيانات كده فيها في الاني ديتا، هقول له مثلا هنا ايه؟ حسن، وهنا برضو حسن، وهنا محمد. تعالى كده نشغل، ايه اللي حصل؟ هيفصل ولا ايه؟ اهو بص كده، الاول نشوف ده الرانك وده ايه وده ده الترقيم، خد بالك كويس ايه اللي حصل. اول حاجه الترقيم بتاعي ما اشتغلش على كافه السجلات، ما اشتغلش على كافه السجلات، قال لي هنا حسن 1 2 ترقيماته ومحمد 3، هنا المفروض يجيب لي واحد، اهو ظهر الواحد، فعدي لي اهو 1 2 3 اشتغلت على كافه السجلات اهي 1 2 3. طيب ممتاز، يبقى كده دي شغاله على كافه السجلات. بس انا لا، انا عايز يعدي لي حسن 1 2 وعند محمد ده مجموعه لوحده، ويبدا واحد من الاول. يبقى اعمل ايه في الحاله دي؟ اخلي هنا بدل ما اوفر اول او للكل اخليه عبر المجموعه اوفر جروب، واحفظ واشغل. بص كده عدي لي 1 2 وراح عند محمد بدأ مجموعه جديده، راح عدي لي 1 من الاول. ده بالنسبه ليه؟ لترتيب البيانات في التقرير. وكنت شرحت قبل كده فكره برضو للترتيب في الاستعلام بس مش متذكرها حاليا. طيب ده بالنسبه ليه؟ لاعاده الترقيم للاستاذ احمد هادي مشكورا، عن طريق حلقه تكراريه بتعيد الترتيب او بتعمل تعديل للسجلات تلقائيا. طبعا كل الطرق اللي انا ذكرتها دي سهلة جدا وبسيطة جدا، والطريقة اللي انا هشرحها تعتبر اكثر تعقيدا من الكلام ده كله. الطريقة اللي انا هشرحها دي اكثر تعقيدا من اللي فات، عشان ايه؟ ما تقولش الناس ما يعني انك انت بتشرح الافضل والكلام ده، لا، الطريقة اللي بتاعتنا دي انا وصلت لها بمجهودي بفكرتي، بس كل شخص عنده فكرة، والفكرة الافضل هي الاسهل، عشان تبقى عامل حسابك، الفكرة الأفضل هي الأسهل. يعني إيه؟ يعني أنت والله، يعني أنت والله طريقة الأستاذ سيد بدران سهلة جدا، يعني أسهل مما تتخيل، اشتغل عليها. طريقة الأستاذ أحمد هادي والله سهلة بالنسبة لي جدا وفهمتها كويس، اشتغل عليها. كل واحد يشتغل على اللي فهمه والحاجة السهلة ليه والحاجة اللي هتأدي الغرض عنده. تعال نشوف آخر طريقة الخاصة بينا إن شاء الله. أنا عندي جدول في حقلين، حقل الاي دي وحقل اكس اللي هو ايه؟ التاريخ والتوقيت، يعني اللي هو التاريخ، تمام، حقل التاريخ. وعندي جدول، بص كده،
17، احنا في تاريخ كام النهارده؟ 6/2. بص كده ادي الستة، بس بتتقلي ازاي؟ بتتقلي 0/6، لان لما يكون رقم 10 هتبقى 10. يبقى احنا في شهر، احنا في يوم ايه؟ في يوم 6 اهو. في شهر كام؟ في شهر 2 يتقلي 0/2، لانه يعني شهر 11 هتتشال الزيرو. في سنة كام؟ في سنة 2017 اللي هي 17. امال الواحد الاول ده ايه؟ الواحد اللي في الاول ده الترقيم. الواحد اللي في الاول ده ايه؟ ده الترقيم. طب دخل لي بيانات. طب انا هلغي موضوع التاريخ ده خالص. دي هنخليها تكست. اهو هبدأ ادخل بيانات. خد بالك انه ده رقم كام؟ رقم 1. هكتب محمد واروح على سجل جديد. قال لي رقم 2 علي. خد بالك مثبت الشهر والسنة واليوم. قال لي 3 محمود. قال لي 4 شغال اهو. طب غير لي اليوم كده، يوم 7. اقفل النموذج، افتحه. اهو اصبح يوم كام؟ يوم 7. عدلي كام؟ عدلي 1. اكتب مثلا منى، خلينا في اسماء البنات. عدلي 2 مها. عدلي 3 نسرين. عدلي 4 ياسمين، وهكذا. تمام. فبيعد ايه؟ بيعد على حسب اليوم. كل يوم جديد يبدأ الترقيم. منين يبدأ الترقيم؟ من الاول. ادي بيانات اهي. ودي طبعا ليها ميزة. ايه الميزة بتاعتها؟ الميزة بتاعتها انها تنفع تبقى رقم، تنفع تكون مفتاح اساسي، وينفع تكون تربط بها علاقات. بص كده مفيش اي اخطاء، ينفع تربط بها علاقات. ليه؟ لانه انا هنا ما بكررش الترقيم لوحده، ده انا كده عملت لك ترقيم ينفع يكون رقم تلقائي، عفوا ينفع يكون مفتاح اساسي برايمري كي، وينفع تربط عليه علاقات. ليه؟ لان عمره استحالة يتكرر. استحالة. هتقول لي ازاي استحالة؟ ما انت اهو 1 2 3 4 وادي 1 2 3. اقول لك بس ده في يوم 6 وده في يوم 7، يبقى استحالة يتكرر. استحالة ايه؟ استحالة يتكرر. طب انت عملت الكلام ده، الكلام ده حلو زي الفل، انت عملته ازاي؟ تعالى يا سيدي نشوف احنا عملناه ازاي. بس ما تتخضش وركز معايا، وواحده واحده يعني الموضوع سهل وبسيط جدا. بص يا سيدي، في البدايه عندي الداله دي اللي هي تكست 8. تكست ايه؟ تكست 8. بص كده، تكست 8 دي استخدمت فيها امر بسيط جدا، داله بسيطه اسمها ايه؟ اسمها فورمات. اشرح لي الداله الفورمات قبل ما تشرح لي الكلام ده كله. حاضر. بص معايا، ادي الداله ايه؟ الداله فورمات. بص كده، الداله دي فورمات وظيفتها انها بترجع بتنسيق معين، بس احنا طبعا ايه مش وقت شرح ليها يعني. اكسبريشن التعبير بتاعك، يعني ايه؟ يعني اللي انت عايز تنسقه. انت عايز تنسق ايه؟ هقول له والله انا عايز انسق تاريخ النهارده. انا عايز انسق تاريخ النهارده سيمي كولون. طب انت عايز تنسقه بشكل ايه؟ اقول له اه والله انا عايز منه، عايز من التاريخ النهارده، عايز منه اليوم بس. دي معناها تاريخ، معناها اليوم، يظهر لي اليوم. واغلق ايه؟ واغلق القوس. وكفى المؤمنين شر القتال. قال لي 07 ده ايه؟ يوم النهارده. ده ايه؟ يوم النهارده. طب لو شلت خليتها دي واحده، قال لي 7، يبقى الدي دي بيجيب زيرو الاول، لكن الدي بس بتشيل الزيرو. حلو خالص. طب انا عايز شهر النهارده، خليها لي ام. قال لي شهر 2. طب لا انا عايز اظهر الزيرو، حط ام ام. طب لا انا عايز السنه، حط 4 واي. قال لك 2017، حط 2 واي. قال لك 17. طيب حط 3 ام. قال لك اسم الشهر فبراير. قال لك اسم الشهر ايه؟ فبراير. طيب لحد الان حلو خالص. طب حط ال اتش اتش 00.
لانه تاريخ النهارده انا المفروض ما اعملش ايه، ما اعملش الديت. المفروض لو انت عايز الساعه اتش اتش معناها الساعه، بدل ديت حط ناو، لانه ناو هي اللي بتظهر الساعه، لكن ديت ما بيظهرش ساعات. ناو قال لي الساعه 20 يعني الساعه 8. طب لا خليها كابيتال، اتش اتش كابيتال برضو 20. طب خلاص رغم انه كلام مايكروسوفت بيقول لي غير كده يعني، ماشي، ما يبقى كابيتال بالنسبه مش هتفرق. طب حط لي ان ان، يقول لك الدقائق، الدقائق 40. طب حط اس اس، يجيب لك السكندز 25. انا حاليا في الثانيه 25. طيب يبقى انا فهمنا الداله فورمات وظيفتها ايه، فهمنا تشتغل ازاي. طبعا انت ممكن تحط له تنسيق كامل ازاي، تقول له مثلا انا عايز دي شرطه ام ام شرطه واي واي. ايه اللي انا كتبته ده؟ مفيش هي اسره كده. طيب اقول له اوكي واقول له اعرض، شوف كتبها لي ازاي. قال لي 7 2 17. يبقى انا بعرض التنسيق اللي انا عايزه، بعرض التنسيق اللي انا عايزه. ده اللي انا استخدمته في الداله دي في الكود ده. قلت له اول واحده فورمات ديت انا عايز السنه، قلت له اكتب لي السنه، وعلامه الاند علشان الزق فيها مين، الزق فيها الشهر اهو، واند تانيه علشان الزق فيها اليوم. يبقى خلصنا من مين، من التكست 8. مفهومه لغايه دلوقتي؟ تكست 8 دي ما فيهاش اي مشاكل. طيب احنا نعمل لهم عرض الاول عشان ايه الامور تكون واضحه للكل اهو. بص كده لما اشغل دي هي لزقت السنه في الشهر في اليوم، دي اول واحده احنا شرحناها، دي اول واحده احنا شرحناها. طيب انت بتاعت ايه؟ ليفت يعني قصلي رقم معين من ناحيه الشمال، قصلي رقم معين منين، من ناحيه الشمال. طب هقصلك من مين؟ قصلي من من التكست 8 دي. طب هقصلك من كام رقم؟ احنا قلنا بتعرض كام رقم دي، بص كده كام رقم، ادي 2 4 6، مش هيقلوا عن 6 استحاله، من عاشر المستحيلات انهم يقلوا عن 6. ليه؟ لان انا عامل دي دي وام ام، مش لو عامل دي واحده وام واحده كنت اقول له بدل ما 6 خليهم بعدد ايه، بعدد الارقام اللي هنا. طب انا عاملها 6 ارقام عشان دي دي وام ام بيظهر لي الصفر، فاستحاله هيقلوا على الكام، عن 6. قلت له هات لي الستة دول كاملين، هات لي الستة دول ايه كاملين، وضيف لي عليهم كام، وضيف لي عليهم واحد. طبعا انت ممكن تستخدمها بشكل تاني، يعني اهو الليفت 6 وهاتهم رقم واحد. طبعا انت ممكن تستخدمها بشكل تاني، ممكن تقول له انا عايز التكست 8، يعني اهو تعالى اعرضها لك كنترول اكس، ممكن تقول له التكست 8 اند 1، ادتني نفس الناتج بدون ادنى مشكله. دي تنفع ودي تنفع، بس الليفت دي ليها فايده في حاله ايه؟ في حاله انا هضيف بس هي مش هتكون ليفت، هي المفروض هتبقى رايت. في حاله لو انا هضيف نصوص في الناحيه الشمال دي، تي تي اكس اكس زد زد وهكذا، فهتنفعني في الجزئيه دي. طيب نرجعها زي ما كانت. انا مقسمها على اكتر من جزئيه. طيب بعد كده التكست 10، من هو التكست 10 هنا اللي هو ده اللي هو الدي لاست. التكست 10 بيجيب لي اخر رقم في الجدول ويضيف لي عليه واحد، بيجيب لي ايه اخر رقم في الجدول ويضيف لي عليه واحد. بص كده اهو ده اخر رقم في الجدول، هو ده عباره عن رقم، ده عباره عن ايه، عباره عن رقم يجمع عليه واحد فيظهر هنا 5، يجمع عليه واحد يظهر ايه، يظهر 5. ده اللي هو الدي لاست. يعني بص كده هنا اخر رقم كام، كان 4 اخر رقم، انا ماليش دعوه باللي فات، انا عايز اخر رقم وضيف لي عليه واحد يبقى كام، يبقى 5. طيب وانت بتاعت ايه، انت قصيلي اخر 6 من التكست 10، راحت قصيت لي اهي اخر 6 اللي هو لغايه مين، لغايه رقم 7 اللي اساسا عباره عن دي.
صح؟ اللي هي عبارة عن دي، بس علشان الدول مرتبطة ببعضها لسه هتشوف دلوقتي، فأنا شلت الكلام ده خليت على القص يعني. آخر جزئية عندي اللي هي إيه؟ دالة F، ومش عايزك تتخض من حجمها أهي. بص كده، F الفورمات، بص كده الفورمات لغاية هنا اهو. انا كان ممكن اشيل دول واحط مكانهم تكست 8، صح ولا لا؟ بس انا عوضت عنهم بقيمتهم، يعني دول كلهم كانوا اساسا اسمهم تكست 8، بس انا عوضت عنهم بمين؟ عوضت عنهم بالقيمة التي تحتويها تكست 8. طيب لو كان ده كله القيمة اللي هي تكست 8 بتساوي ليفت تكست 10 اللي هي ايه؟ اللي هي دي اللي هي تكست 14. لو كان ده كله بتساوي أول 6 أرقام من التكست 10 هعمل إيه؟ هتقول لي هات لي آخر رقم من الدي لاست وضيف إيه؟ وضيف عليهم 1. طيب لو ما كانش، لو ما كانش هتحط مين؟ هتحط التكست 12. مين هي التكست 12؟ يعني لو في حالة الجواب خطأ أهي، هتحط دي التكست 12. يعني لو دي ما سوتش دي هتحط مين؟ هتحط التكست 12. تعال نبص كده، بص كده هنقوله هنا مثلا اي بيانات. خد بالك انه دي مش بتساوي دي، دي مش بتساوي دي، دي لا هي بتساويها، عفوا بتساويها. بص هنا السبعة، انا الست، احنا قلنا 6 حروف بس، دول بيساوي دول، فبالتالي بيستخدم اخر رقم في الجدول ويضيف عليه 1 اللي هي دي، دي اللي هي معادلة ايه؟ اخر رقم ويضيف عليها 1، عفوا دي، تمام. طيب ممتاز. طيب لو ما بتساويش بعض، يعني بص كده، يعني لو انا رجعت على تاريخ 6 اهو، او عفوا انا غيرت تاريخ النهارده، هنقول له كنسل نو. عفوا لو انا غيرت تاريخ النهارده رجعته لستة تاني، راح قال لي ايه؟ قال لي 6 1 6. شفت هنا حصلت مشكلة، دي بقى المشكلة ايه؟ انه جاب لي هنا 1 بس ايه؟ هيزود عليه بقى، فهنا اساسا هو معمول لما انا رجعت اليوم 6 معمول. فده برضو يعني بيضمن لك انه ايه؟ انه التاريخ يعني محدش يقدر يلعب فيه، محدش ينفع يرجع مثلا وايه ويضيف عليه 1. طيب بس دي طبعا ممكن ليها حل، ليها حل طبعا، انه ايه؟ انه يجيب بقى دي ماكس بدل ما دي لاست، يقول لك ايه دي ماكس لاكبر رقم بيحتوي جزئيه معينه، او بيحتوي على 6 ارقام معينين اللي هو بيكون فيهم ايه؟ بيكون فيهم الستة. يعني احنا لو عرضنا كده، نعرض دول كده عشان الامور توضح اهو، هو هيجيب الدي ماكس بشرط انه يكون ال6 ارقام دول اعلى واحدة فيهم، يعني بشرط انه يكون اولهم ال6 ارقام دول اعلى واحدة فيهم. بس طبعا يعني كل طريقة وليها طبعا مزاياها وعيوبها يعني عامة بشكل عام. طب ده بالنسبة لايه؟ للترقيم اليومي. لو انت عايز بقى ترقيم شهري هتختلف، هيختلف الموضوع تماما في الاكواد دي كلها. هيصبح الفورماتنج والكلام ده كله هتشيل منه اليوم، اي حاجة فيها يوم هتشيل منها اليوم، لو كانوا 6 هيبقوا 4، لو كانوا مش عارف ايه فهيتشال الايام كلها وتصبح ايه؟ بتصبح نظام شهري. تعال نشوف كده اهو، شيل لي اليوم خالص واقول له هنا ايه؟ اوكي، وهنا بدل ما 6 هيبقوا 4، وهنا بدل ما 6
هيبقوا 4، وهنا هشيل برضو اليوم منور الاند كده، واقول له ايه، واقول له اوكي. ونعرض، لا مش هو ده النموذج، طبعا دي لاست، اخر حاجة احنا كتبناها اهو، 22/6، 23/6. طب انا هغير اليوم ونشوف هل هيكمل عليها ولا مش هيكمل. اصبح 7، هنا بقى رجع ايه، رجع من 1/7. طبعا اكيد هيرفض. طيب نشوف المشكلة بتاعت 1/7 دي. هو الليفت بيكون 4 أرقام. واحد اتنين أربعة، 4 أرقام فعلا. بس هو هنا ضاف 7 ليه؟ في حاجة غلط هنا. الفورمات الير والمنص، هنا الفورمات الير والمنص. ما عشان هنا دي لاست اخر قيمة وضاف عليها 1، فبالتالي اخر قيمة ايه هتجيب معايا الموضوع ده اللي هي اليوم، ان هو كده دي اخر قيمة احنا ضفناها في الجدول، اخر قيمة. آخر قيمة. طيب يبقى الموضوع ده مش هينفع في الشهر، بس هو عايز شوية تركيز علشان يتغاضى عن الجزئية دي. برضو بدالة اف، برضو لو كانوا دول بيساوي هنا 6، فدي المفروض تبقى 4. اهو اكتشفنا خطأ جديد. وهنا برضو هنا الدالة موجودة، دالة الدي. دي برضو أخطاء جديدة، لأنه احنا عملناها، لأنه الكود أنا عامله على الأي دي بالكامل، الكود أنا عامله على الأي دي بالكامل. طيب هل في أي مشاكل تانية؟ إن شاء الله مفيش. نمسح كده البيانات الأول ونشوف ايه اللي هيحصل. تمام، قبل الشهر والسنة فقط لا غير، بيعدي له بدون أدنى مشاكل. طيب لو أنا غيرت الشهر، فبراير أصبح مارس، كده أنا غيرت ايه، غيرت الشهر. هعدلي من الأول على شهر ايه، على شهر 3، عدلي من الأول على شهر 3. طيب ممتاز. برضو طبعا نفس الفكرة، لو رجعت مرة تانية على شهر اللي فات هتحصل معايا مشكلة في الازدواجية في الأرقام، لأنه هيبدأ يعدي من الأول. يعني أنا لو رجعت لفبراير هو بيعتبر إنه بيجيب لك آخر رقم. يعني بص كده، شوف عدلك 1، عدلك 1 من الأول، لأنه إيه، لأنه هو يعني مش بيجيب اعلى قيمه في الارقام في الدي ماكس. يعني هنا مش بيستخدم الدي ماكس، لانه هنا ايه، مش هيقول لك مثلا دي كذا ودي كذا، او هيجيب لك هنا رقم 3 والكلام ده كله، لا هيستخدم ايه، هيعد على الموضوع ده، يعني هيضيف مره تانية. فبالتالي دي برضو طريقه يعني علشان انت ايه، لو رجعت
شهر قديم ما يزودش عليك، يبقى انت كده ايه ماشي بشكل مستقيم. طيب يبقى ما زال حتى الآن أفضل طريقة طبعا طريقة الأستاذ سيد بدران، طريقة الاستعلام مع التعديلات اللي أنا ضفتها عليها في حكاية الشهر والسنة واليوم، دي تعتبر إيه؟ تعتبر أفضل طريقة وأسهلهم اللي هي طريقة الأستاذ سيد بدران، سواء كانت بالسنة أو بالشهر أو باليوم. وطبعا يعني البقية مجهود مشكور، ويعني شكرا على تعبهم. ده طبعا إيه؟ شغل الأستاذ سيد بدر. طبعا أنا حكيت كتير ودخلت الدنيا في بعضها، مش عارف انتوا إذا كنتوا فاهميني ولا لأ، بس أنا هحاول أعمل تقسيم لكل شخص لوحده في الفيديو، بحيث إنك انت تفصل ما بين الطريقة دي والطريقة دي والطريقة دي، وإن شاء الله إلى اللقاء في فيديو قادم. بس أنا كل الفكرة حبيت أجمع الأفكار كلها في فيديو واحد. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.